ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتابعينا الكرام، وفي 5 دقايق جديدة من الهيماتولوجي مع بعض يوميا إن شاء الله بإذن الله. أول آخر حاجة وقفنا فيها في آخر 5 دقايق في الهيماتولوجي إن الفوليك أسيد هو نوع تاني من فيتامين بي كومبلكس، and deficiency in this vitamin B also lead to أنيميا. نقص الفوليك أسيد بيؤدي إلى أنيميا، وبرضه بيسموه فوليت. بيسموه إيه؟ فوليت. This is found in many foods especially in green leafy vegetables. موجود في الجرين والليفي vegetables. Folic acid is added to most green products in United States. في أمريكا بيحطوه على أغلب منتجات الأكل، عشان ده مهم جدا، لأن نقصه deficiency in folic acid is rarely seen in the US. تمام. Nowadays folic acid is needed during pregnancy. احنا بنلاحظ أي واحدة حامل الدكتور بيكتب لها على folic acid خلال فترة الحمل for normal development of brain and spinal cord. تمام. لأن أثناء فترة الحمل الطفل بيحتاج الفوليك أسيد عشان جهاز العصبي ينمو كويس، البرين والسباينال كورد. It is important for women considering a pregnancy to take appropriate amounts of folate supplements before they get pregnant and during pregnancy to make sure that they are not folate deficient. عشان الدكتور حتى لو هي ما عندهاش نقص بيديها عشان يتأكد ان هي مش مفيش نقص للفوليت. تمام. بعد كده انيميا resulting from vitamin B12 or folate deficiency are often referred to as megaloblastic anemia. الانيميا الناتجة عن نقص فيتامين بي، سواء فيتامين B12 او فيتامين بي الفوليت او الفوليك اسيد، بيسموها megaloblastic anemia. تمام. ودي بتبقى ماكروسيتيك في الغالب. تمام. because red blood cells are larger than the normal. ماكرو يعني larger than the normal size of red blood corpuscle. a plaque of this vitamin عليك النقص بتاع الفيتامين زديد does not allow RBCs to develop normally which leads to their large size. بيؤدي ان هي ما بتنموش طبيعيا، وبالتالي بتخليها large size عن normal size. This results in a reduced number of abnormally large RBCs and anemia. لما ال RBCs بتبقى في ال size بتاعه، الحجم بتاعها اكبر من الطبيعي، بيدي abnormality، لان كل شيء ربنا سبحانه وتعالى وكل شيء خلقناه بقدر. كل حاجة في الجسم ليها size ومقاس معين، لو زادت عنه تدي abnormality واللي بيسموها megaloblastic anemia. laboratory tests بتاع ال megaloblastic anemia. تمام. السيمتومز اوف انيميا ويل يوجوال بي انفستيجيتد باي السي بي سي كومبليت بلاد كاونت، وبيظهر فيها الفيتامين الهيموجلوبين ليفل قليل. تمام. والريد سيل انديسز الام سي في. تمام. ان ذا افريج سايز اوف ويتش از افريج سايز اوف ار بي سيز از هاي. الام سي في بيبقى هاي. تمام. والام سي اتش هاي والام سي اتش سي نورمال. يبقى انا اعرف الميجالوبلاستيك انيميا الام سي في هاي والام سي اتش اي والام سي اتش سي نورمال. تمام. وفي البلاد سمير شريحه الدم ويل ريفير ار بي سي ذات ار ابنورمالي لارج اند اوفال شيبد ذا نمبرز اوف نيوتروفيلز ا تايب اوف وايت بلاد سيلز اند بلاد سيلز مي بي اولسو ديكريزد. النيوتروفيل والبليتلتس بيبقى قليله في فيلم الدم. يبقى انا عندي ميجالوبلاستيك انيميا ام سي في وام سي اتش هاي وام سي اتش سي نورمال، وفي نيوتروفيلز وبليتلتس ديكريز. وبكده نكون خلصنا الفيديو ده، واتمنى الجميع التوفيق ونكتر في الطاعات في شهر رمضان، وربنا يعين الجميع، وكل سنه وانتم طيبين، وتابعونا وانتظروا المزيد باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.